الملك الراحل محمد إدريس السنوسي رحمه الله قال في خطاب الاستقلال إنه نتيجة لكفاح شعبنا وبناء على قرار الأمم المتحدة. البعض يقول أن استقلال ليبيا هو منا ومنحة من جهة ما، من الأمم المتحدة، من الاستعمار، من الوصاية، سمي كما شئت. ما صحة هذا الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر قناة التناصح على هذه الفرصة الطيبة، وأحييك أستاذ محمد وأحيي ضيوفك الكرام، حياك الله الأستاذ اعتماد والسيد والأستاذ سامي. وأيضا أبدأ بتهنئة الشعب الليبي بهذه المناسبة الرائدة التي خرج شعبنا من يعني الألطف كلمة أستطيع أن أستخدمها، من جحيم ذلك الاستعمار، لأن ما مارسه، أضيف إلى ما تفضل به الأستاذ سامي، ما مارسه الاستعمار الإيطالي من البشاعة، من البشاعة، بحيث أن إيطاليا الآن تخفي فيه على الأجيال متاعها ومتحشمة منه، ما تبيش تحطه في المناهج ولا تبي ترويه. يعني معتقلات العقيلة هذه التي سبحان الله يا أخي الكريم، الذي ماتوا منها بالجملة، وذكرت فيها العمر 14 اللي ذكر الشيخي مؤخرا، من تجاوز 14 سنة يموت، نفس العمر من الاستعمار الإيطالي على معتقلات العقيلة، معتقلات قنفودة نفس الرقم ذكر الشيخي. أخي الكريم، 750 ألف كما ذكر الأستاذ سامي، حرب إبادة لا هوادة فيها في سهل الجفارة، شق 1000 رجل شنقوهم من 1911 إلى أن خرج وانتهت الحرب الإيطاليين، 20 ألف ليبي شنقوا شنقا، كان يربطوا في الليبيين مجاميع، يربطوا فيهم في السلاسل ويرموا فيهم في البحر، كانوا يخطفوا العلماء في الطائرات ويسخطوا فيهم ويدوسوا على القرآن الكريم، وجمعوا في الأهل يقولوا جيبوا نبيكم البدوي، جيبوه نبيكم البدوي هذا يحميكم، كانوا موجود من الإبادة. في معركة واحدة أخذوا 40 ألف ليبي، 40 ألف ليبي قتلوا في أريتريا، حطوهم في الخطوط الأولى في الحرب، أبادوهم إبادة كاملة، والإيطاليين الجود الإيطالي من الخف. لذلك سيدي الكريم، ولأكثر يعني بشاعة هذا الاستعمار، قلت لك لدرجة هم متحشمين منه. لذلك الملك إدريس رحمه الله بعد 40 سنة من الجهاد والقتال، وبعد 40 سنة من الكفاح، مش أعطت لنا الأمم المتحدة ولا أعطى لنا وصايا، هو ليس منحة أو ليس على الإطلاق، الدماء التي بذلت في سبيل بعد الله سبحانه وتعالى في سبيل هذا الوطن يعني ستبقى في التاريخ إلى يوم القيامة بإذن الله. ولذلك الملك إدريس رحمه الله قال إن المحافظة على الاستقلال أصعب من نيلة. جاء